العيش في عالم النزاع والصراع والاقتتال واقع محتوم على شعوب عالمنا العربي. تنقل لنا نشرات الأخبار كل يوم نعي عشرات أو مئات أو آلاف ممن قضوا نحبهم لا لشيء إلا لأنهم أرادوا أن يحيوا بشرا بكرامتهم، أو أنهم قد خانهم من علمهم أبجديات حياة لم يعد لها وجود، فاستصحبوا الماضي المجيد ومظلومياته وأنزلوه على واقع ملتهب بتعقيداته، فكان لهم من القتل والفتك ما كان. يوم كنا صغارا كنا نطرب لسماع أناشيد الحماس الوطني، كان سماع اسم كاسم صدام حسين وجمال عبد الناصر وهواري بومدين يورثنا عزة وشعورا بالأمان والاطمئنان، وأننا لازلنا كما كنا خير أمة أخرجت للناس، وأننا للعهد راعون لا نظلم أخا لا نسلمه لا نخذله. علمنا أنهم أولو فضل علينا وجبت طاعتهم وحرمت معصيتهم، وأنه من خرج عن قولهم قيد شبر فمات فميتة جاهلية. كنا نطرب لدعاء أئمتنا حين تدعو لحكامنا بالصلاح، نؤمن على الدعاء وننتظر إجابته في الصباح. يوم كنا صغارا كان مرور شاحنات العسكر من على الطرقات يثير المشاعر ويهيج الأنفس، كان كل من في المقاهي يقف لرجال هم كما وصفوا لنا حماة الوطن وسواعد الجهاد لدفع الأعداء والبلاء، بل وفيهم من يراهم أنسب لحكم شعوبنا العربية، فهو كما قيل أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وفيهم رجال زي الذهب، وهناك من يراها مشكلة مجتمعية حري أن تحظى بالدراسة والتحليل لفهم سر عشق الفرد العربي للدبابة والعسكر. علمونا أن أرض الوطن مقدسة وأن تمكين الأجنبي منها خيانة وعمالة. علمونا أن التكفير لا يكون إلا بضوابط ومن علماء متمكنين متفقهين عالمين يفقهون متى يكفرون ومتى لا يكفرون، متى يخرجون من الملة ومتى لا يخرجون. علمونا وأخبرونا أنهم ناظروا المتطرفين وبيّنوا لهم خطأهم وردوهم عن دعواهم، فمن حقهم كما قالوا أن يسمعوا منا ويفهموا عنا ويأخذوا منا، كما من حق غيرهم أن يسمع منهم ويفهم عنهم ويأخذ منهم بالدليل والحجة والبرهان. تغيرت الأيام وتبدلت السنون، وصار دعاء الأمس اليوم لعنة، وصار تقديس الأمس اليوم طعنا، وصار تعظيم الأمس اليوم تخوينا، وصار الحق باطلا والباطل حقا، واختلط حقي بحق غيري، وصرت لا أدري في عالم الحقوق أين أنا، ولكن الثابت عندي أن من حقي أن أعلم غيري أني، ومن حق غيري أن يعلم أني في عالم الحقوق صرت ضائع.